ضيفتي نجمة وفنانة ومغنية واشتهرت بالفن بأدوارها في الكوميديا. أول كويتية تشارك في ستار أكاديمي بالنسخة السادسة. وهي بنت الفنانة أم فيصل، خذيت معاها هذا الحوار الجميل، تابعونا فيه. نورة العميري، اهلا وسهلا. هلا فيك نورة. راح اخذك 20 سنة ورا. وايد وايد. خذيني على الاقل سنتين. لا 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 20 سنة ورا. عند السيارة تودينا. اي يلا قبل وياك. يلا زين قولي لي، قبل 20 سنة شنو اللي فرق من قبل 20 سنة لليوم؟ الروح. قبل 20 سنة كانوا يطوفونك بالشارع، الحين ما يطوفونك. ليش؟ ها شفتي؟ انت سألتي ليش؟ ما ادري، الروح حلوة كانت، الناس بخير والدنيا طيبة، واخوي كان موجود حوالي بعد روحي. الله يرحمه. كانت الدنيا الحمد لله حلوة. كنت سعيدة؟ كنت سعيدة. الابتسامة ما كانت تفارق؟ أكيد الحمد لله، للحين الحمد لله الابتسامة ما تفارق. الحمد لله طول ما أنا عايشة وأتنفس راح أبتسم إن شاء الله. إنزين شو اللي فقدتيه في هذيك المرحلة، في مرحلة الطفولة، شو اللي فقدتيه الحين في نورة العميري وهي كبيرة؟ تغيرت، كلي تغيرت، هم الدنيا غيرت. في شيء معين فقدتيه؟ يعني كنتي دائما يعني تقولين أنا لما كنت صغيرة كنت كذي مثلاً؟ لا 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 لا، للحين أعيش طفولتي، للحين أنا ياهل، للحين أسوي شغلات أخش فيها هذه، للحين أعيش الطفولة، ما أحدد حق نفسي ولا أحط حق نفسي أنا وصلت لحد هالعمر ولازم ما أتصرف هالتصرفات. أه. لا أسوي أي شيء بخاطري، بس يمكن نورة أنا يعني يمكن قبل أسمع أمي تقول الحمد لله على الصحة والعافية وراحة البال. إي ما كنتي فاهمة يعني شنو راحة البال وشنو الصحة والعافية. بالضبط. الحين أقول الحمد لله العافية، وين الصحة وين راحة البال. فأنا الحين يعني مع الدنيا يمكن حسيت بأمي شنو كانت تقول لي قبل. صحيح إحنا إحنا صغار يمكن نسمع كلمات من أهلنا ما نفهم معناها إلا لما نكون إحنا في تجربة ونعيش نفس اللحظات اللي هم قاعد يعيشونها. بالضبط. فيعني قلت لك يمكن قبل راحة البال الحين بيها، يعني هذا اللي كنا نبيه. ودي أسألك إن ليش كنتي وأنت يعني تطنزين على صورك وأنت صغيرة، مع إن أنا شفت لك صور كيوت تهبلين، ليش قاعد يعني تطنزين عليهم؟ أبلش بنفسي قبل لا أحد يبلش فيني. نوعك كذي. أيوة. قلت كله بخاطري على روحي قبل لا أحد يقول لي راسك. أنطر أنا قلت كل اللي بخاطري عن نفسي، شنو عندك بتقوله بعد؟ يعني أتقدى فيهم قبل يتعشون فيني. بالضبط. بعدين لا، كل واحد عنده ماضي وهو صغير. يعني انت لابد من صورك من الصور تطلع زين على نفسك. صراحه في صور اي اشوفها اقول لا شنو هذا؟ امي شو مسويه فيني؟ شو مسويه؟ العناقيص ولا شيء يعني مثلا؟ خلي عن العناقيص، العجفتين اللي من هني ومن هني يمه ليش مادتني لورا وايد؟ ليش رجعتني قري؟ ليش؟ ف انا اصلا من طبيعي احب اطنز واحب الكوميديا واحب اضحك، فلا يمنع اني انا قطعت كلمتين على نفسي. زين وانت صغيره كنتي تحلمين انك تصيرين مشهوره ولا شنو كان حلمك وانت صغيره؟ شوفي وانا صغيره وايد اقلد. يعني كنت تحبين تقلدين شوي؟ وانا ببيتنا كنت مشهوره بالتقليد، تعالي تعالي نوره قلدي لنا فلانه. ايه حلو. تعرف شو صار مع فلانه؟ سبحان الله الواحد موهبته من هو صغير. سبحان الله. وانا ما كنت ادري ولا كنت حاطه ببالي انا كنت تحبين هالشيء تسويه؟ كنت ابي اصير محاميه. وانت صغيره تبي تصيرين محاميه؟ اوكي. تخيلي؟ أوكي. كنت اتمنى اني انا اسمي ينحط على اي مبنى من المبنيات كمحاميه. كمحاميه. والله العظيم كنت اقول حق جدتي يديده تكفين، اذا هذا كتبوا اسمي تكفين. كانت تقول لي راح اكتب اسمك. حاضر. ويعني كنت اتمنى اني اكون محاميه، وما كان في محققين بنات. اوكي. تو مبطلين من قبل كم سنه المحققين البنات، فكنت اتمنى اني اكون يا محاميه يا محققه. انزين وانت سعيده في كونك الحين ممثله؟ سعيده وين ما اكون. الحمد لله. انا سعيده وين ما اكون. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اي سعيدة. انزين ستار اكاديمي تحسين انه هو سبب شهرتك؟ اكيد كان يمكن بداية انطلاقتك بالفن. اي بس انا اقول لك اياها، انا ربي كاتب لي اني اكون فنانة سواء اني دشيت ستار اكاديمي او اني ما دشيته، راح ادش الفن من ستار اكاديمي مو من ستار اكاديمي. تعبت ودشيت. انا حبيت موضوع ان انت عندك قناعه ان هذا اللي راح يصير لي، يعني ستار اكاديمي مجرد سبب صار في حياتي عشان انا ادخل الفن. والحمد لله كان سبب جدا جميل بحياتي اني انا اكون. يعني انت اليوم سعيده؟
سعيده الحمد لله. شوفي طول ما انا عايشه وقاعده اتنفس وفي يوم جديد بحياتي انا سعيده صدقيني، وايد سعيده اني انا عايشه ثاني يوم، ولو عشت ومشيت على ريلي وحواسي موجوده فسعيده جدا. انزين على طاري سعيده، شنو موضوع ام علاوي؟ واو لا جد شنو موضوع ام علاوي؟ صراحه الاسم يشد، قولي لي. وفيها تكملة بعد شنو؟ جينجي؟ لا، أم علي والطقاقة. لا والله أول شيء هذه تعيورتي بين أهلي. منو قايل لك يا علوقة؟ علوقة أنا علوقة العصفورة قالت لي. إيه مو العصفورة، هذه عامين علي. هذه العصفورة عامة علي. وأنتم بيتكم هناك لازم أحد يعني يطلعون علي علوقة. أنا خالتي العودة من يجي واحد يدد على العائلة تسلمين يا بعد روحي، من يجي واحد بالعائلة يديد أطلع عليه تعلوقات، انت فلان الفلاني، انت فلان الفلاني. فانا تعلوقت ام علي وطقاقه. شو اسوي بعد؟ وانت الحين قلتيها. زين على الطاري هذا ذكرني بشغله، ذكرني انه او عرفت بعد ان انت من نوع اللي تسوي مقالب. ايه؟ وحتى تسوي مقالب بالفنانين يعني. وسمعت ان المقلب الاخير اللي كان مزعج شويه اللي بيوم الحادثه اللي قعدت حطيت جراحي حق الفنانين وخرعتيهم وهم ما يدرون. مو صدق حتى طارق العلي عصب عليه، عصب وايد. ومحمد علي دش منو هذا اللي مسوي الحركه الماسخه يعني. هم اول شيء عبالهم ليت انفجر، ثاني شيء يعني كانوا بوقت الحادثه الله يعين اهالي، طبعا الله يرحم حالهم يرحم اهاليهم، يعني كانوا بوقت الحادثه وما كان له داعي، ما كان له داعي. وقتك نوره، مو وقتك جد، مو وقتك، مو وقتك نور. بس تحبين الوراثه. انا جاي على الوقت الفاضي جاي بشراقي، وقمت هذا بعد ماي شراقي، الشراقي هذا اللي كبريت وتقطينه على العالم وما حد حاس. صراحه اوبا هم اول شيء خافوا، عبالهم ليت انفجار او شيء، عبالهم ليت. لا يعني كانت ثقيله شوي، ثقيله وايد مو شويه. كل اللي دش الكالوس ناطر منو هذا اللي مسوي الحركه. زين شنو موقفك وقتها؟ كان روح ابوس راسه. لا انت قلت لي، انت اللي قلت لي سوي، كان يقول لي مو كذي مو كذي نوره. شو حبيبي انت الحين دخولي انا بتزعلني؟ زين يعني قمتي خذيتيها بطريقه شيء وناسه. اي وانا اي شيء يضايق العالم، مثلا انا ضايقتك بشيء شنو عيني اقول لك؟ مو انت اللي جيتي. اهلا هير. ايوه هناك. لا اكيد لا، حرام عليك. ها قاعد تسوين كوميدي علي انا؟ ها لا يبا لك لك عصير وتبك يا بعد عمري. تسلمي يا بعد عمري، مستر على حسابك. ها اي ولا يهمك، فعلا انت ضيفتي اكيد على حسابي. على ضيفتي، وبعدين اخر شيء تخلي اخر شيء انا معطيتك شفتي شلون كني ما ادري ومنحاشه منحاشه ومخليتني. زين نوره انا ادري ان انت ما لك علاقه في عمليات التجميل، وممكن ما تدرين عنها او حتى يمكن مو من اهتماماتك. مو من اهتماماتي عمليات التجميل، بس طبعا اسوي تنظيف بشره، اسوي هذه السوالف البسيطه، بس لا اقز لا اغير. تخافين؟ اخاف، وبعدين مو من اهتماماتي. يعني في وايد ناس يحبون هذه السالفه، ولما يحبون انهم يغيرون باشكالهم، يحبون انهم يسوون شيء. انت مو كذي. انا ما احب صراحه، وايد كيوت شي كتكوته صغيره. حياتي مشكوره. يعني انا مثل ما انت قلتي انا صغيره، واحب اني احافظ اني اكون صغيره. حلو، احب اكون بشكلي الصغير. جميل، فما احب اغير شكل من اشكالي. انزين نبي نروح عياده تجميل ونشوف شنو ممكن يعني تنصحنا الدكتوره. خلينا نشوف. نو انجكشن. خلينا نشوف. نو نشرب عصيرنا ونروح. يلا
دكتوره بسات، انا جبت لك نوره بنيتنا، دير بالك عليها. إيه هي عندها فوبيا في الاوبر وتخاف من التجميل وتكره شيء اسمه عيادات التجميل. ليه كذا؟ طيب ليه كذا؟ انا حدي عندكم هني اسوي تنظيف بشره، اسوي بخار. انا ودي يعني نسوي لها اشياء شيء يعني غير اللي هي متعوده تسويها. بس عموما هدي اعصابك انت. انت هدي اعصابك وانا بسولف مع الدكتوره. دكتوره شنو اكثر شيء البنات يعني الحين في الكويت متجهين للتجميل؟ اكثر حاجه البنات هنا بيحبوها النفرتيتي لوك. اوه ماي جاد، طبعا انت نفرتيتي. نفرتيتي انا ما بدي خليك بالسناب، انا خليني على تيتي. تكفين تيتي، انت استحاله تروحي نفرتيتي. دكتورة يعني الحين اكثر شيء في الويل التجميل حق النفرتيتي، حتى بالكونتورينج انا اشوفهم يعني يسوون بالضبط. في شكل حلو قوي للبشره وللوجه، بيبقى شارب ايج من هنا الجولاين متحدد، بيبقى شكل حلو قوي. وبالنسبه حق الجسم يا نوره خلينا نتكلم مع الدكتوره شوي. هدي اعصابك، مو حقي هذا. لا لا يبا مستحيل نسوي لك، تقول لك كلها اوبر. كلها اوبر اوكي. لا 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 واجعلني ده الكلام. يلا دكتوره بالنسبه حق الجسم، الجسم طبعا دلوقتي كله مهتم جدا بجسمه وباللوك بتاعه، بيحبه قوي ناحيه الجسم. عصر السرعه نورا. عصر السرعه والله انا عارف نادي، عارف نادي جبار. اوكي يعمل ايه ساعه وتخلصين الدوره مالتك؟ اي والله وايد حلو. ايوه عارفه نشيتي. اوكي دكتوره زين، بالنسبه حق نورا شنو ممكن نسوي لها بعيد عن الاوبر؟ عن الانجكشن عندها فوبيا. في بيشنت كتير اول مره يجربوا التجميل والحاجات دي بيخافوا من الانجكشنز، فاحنا عندنا حاجات جديده ليهم بنعمل بالديرما بن. انا وايد اسمع، انا وايد اسمع عنها. انا سامع ديرما بن، هو مو هي فيها بن؟ لا 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 بس البن العادي، مو البن العوار. ها شو زي ماشين كده صغيره فيها نيدلز كتيره، بس المداومه بين خالص انها فيها زي فايبريشن تعمل مساج مع الانجكشن، فالبيشنت ما بتحسش باي وقت. يلا دكتوره مشتهيه نبلش بسرعه. يلا شوفي، لو سمحتي الدكتوره هيا تحاكيني. ايوه ايوه انت اصلا تحس اذا ما في احد سالك صرتي دكتوره؟ قولي اي صرت دكتوره. طبعا صرت دكتوره. سويت حق نوره ولا ما سويت؟ سويت حق نوره. صورتوني ولا ما صورتوني؟ في اثباتات اني انا دكتوره. اي بس لحيط حميدي بالضبط. خليني مع بجانب الدكتوره، بجانب اصير الدكتوره، اصير دكتوره. زين اقول لك دكتوره قولي لي عن هذيلا السود اللي عندي. الرؤوس السوداء حلها الوحيد الفيشيال اللي هو جلسات التنظيف بالبخار وننظف لك الرؤوس دي كلها. انا هاريه التنظيف فيه هاريه عشان ما فهمش انجكشن. هذا الشيء اللي اكثر شيء تسويه؟ اكثر شيء اسويه يعني كل بعد لو كل شهرين اسوي انا مره تقريبا. بالنسبه حق التنظيف، لحظه دكتوره ايش كثر ممكن تسوي تنظيف البشره؟ يعني ممكن جلسه كل اسبوعين. ما ممكن كل اسبوعين؟ انا توقعتك ثلاث اشهر. لا 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 الفيشيال شوي وايد متحسسه كذا، انا بشرتي حساسه فاخاف اسوي تنظيف. ممكن يبقى البخار يبقى درجته ممكن نقللها شويه او ما يقعدش معاكي فتره طويله قوي لو بشرتك حساسه. شنو بقى دلوقتي للبورز اللي هي المسامات الواسعه؟ في ميزوثيرابي زي اللي انا هحطه لك ده للنضاره، بس للبور تايتنج بيقفل المسام وبيضيقها. بنتيجته تحفه حلوه جدا من السيشن الثاني تقريبا، البشره بتحس بفرق كبير. اي اللي شايله اسويها عندك يعني اللي راح تسويه اليوم يساعد المسام البشره؟ لا هو الميزو بيختلف، انا حاطه لها النهارده ميزو ريجوفينيشن بيدي نضاره. يس لكن في ميزو ثاني للبورز. النضاره دكتور بعد ايش كثر تبين؟ يعني وذن 3 ايام. يعني بعد 3 ايام راح تشوف ان بشرتنا ناضره يعني الفتره هذه بنشوفها على السناب. جود جود خلص بس انت تابعتني دزيلي الصوره. شو الله سنابي خاص انا بس يلا راح اعطيك. مو دزيلي سناب انا اصلا ما عندي سناب، دزيلي اياها. يلا اوكي اوكي سيفي ودزيلي. ما اعرف حق السناب سيفي ودزيلي. اقعد ما اعرف حق السناب. بس انا مصره اني ما احط، ما ادري يمكن راح اغير رايي. ما تحط حتى سناب يزعجني. لا صدقيني يزعج يزعج. لا لحظه 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 نظري 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 خلصونا فيديو انا معي. والله يا جماعه ما عندها سناب شاتات. شلون ما عندك سناب شاتات؟ مزعج مزعج مزعج. كفايه على الانستغرام. انزين انت منو ضايفه؟ ما ابي اضيف، مو قصه احس ايوه لا تضيفين احد، ضيفي ضيفيني انا. اضيف روحي. قبل
كام جلسه هنستخدم ايه؟ في اكتر من علاج للتصبغات. احنا عندنا اول حاجه الليزر الفراكشنال ليزر بيعمل تقشير البشره جامد قوي، بيشيل التصبغات نتائجه حلوه. ثاني حاجه عندنا كورسات التقشير البيلينج، في عندنا كيميكال بيل، عندنا هيربال بيل، في حاجات كثيره طالعه، في اليلو بيل ده احدث حاجه في الماركت. الحاجه الثالثه اللي احنا بنعمل جلسات ميزوثيرابي زي الميزوثيرابي اللي انا حاطته لك دلوقتي، بنحط ميزوثيرابي للتفتيح. اوكي. المفروض ان احنا بنحقنه، بس البيشنت اللي زي كان عامل لهم في الدرما بان هيلاحظوا نتائج حلوه بس على فترات اطول شويه. لان مو ابره. يس. واعتقد نوره يمكن لازم تحطين حمايه دائما. انا دائما احط حمايه، بس انت عارفه لما تحطين ميك اب انا ادري ما وانت متعرضه على الشمس وتكونين مهما. وعلى فكره ترى قبل انا ما كنت احط يعني سان بلوك. أيه. الحين قمت اعرف انه لازم احط سان بلوك. لازم تحطها حتى لو بتروحي تسوين تان على فكره. أيه. تحطين حمايه بعد لان البش الشمس اشعتها وايد مضره. فالحين قمت اسوي هالسوالف، بس يعني قبل ما مو بالفن، فما تهتمين ان انت تطلعين مثلا السمراء وشو اللون. لا لا الحين قمت اهتم حتى وين لو بطلع بروح الجمعيه ما بحط سن بلوك. اي والله لازم تسوي. لا مهم جدا مش عشان التجميل، عشان الحمايه. بعد سنه من عمري تتغير الامور على حسب بعد تعرضه وانت وايد تطلعي. انا وايد اطلع. صحيح. خلصنا كده. احنا خلصنا، حطينا لها كريم انتي انفلاماتوري مضاد للالتهاب او الحمار. أيه. الحمران للبشره. مشيتك ما احمرتش قوي عشان استخدمنا لك الدبابين. ايه انا لا لانه ما يبين يا دكتوره. لا 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 نوره. لا تقولي كذي. ايوه عشان هو هي السمار الحين من اللي ما قاعد يسمر نفسه. لو ما السواد غالي ما سكن بالعين. ايوه لا لا ترى حافظ سوالف. اوكي انا كذي خلصت دكتوره من هذا. ترى انت مخلصه من زمان. شكرا. يعني خليني استانس احس بشعور انه انا. لو اشتغلتي على وجهي. احنا دلوقتي الحاجه الثانيه اللي حابه اعملها لك النهارده، اعمل لك جلسه تفتيح لايديكي. اوكي. اوكي. الحين الايد اهم شيء ترى. يس. عشان بس اصورها بسناب. اي اي شوفوا ايه. احنا هنحط لك جلسه فيتامين سي برضه هعملها لك بالديرما بان. اوكي. يعني نورا راح تعيدينها مره ثانيه؟ والله اي اكيد. لا لا اكيد اكيد. يعني ما ضايقتي بدون انجكشن راح اعيدها. اي يعني وناسه اليوم غيرتي جو. أيوة. سويتي شيء جديد غير اللي انت متعوده تسويه. بالضبط بالضبط. نورا مستانسه وما ضايقناها ولا اذيناها، وممكن راح تعيد الكره مره ثانيه. اي وقالت بتورينا صورتها بعد 3 ايام شنو صار معاها. كم تدفعون على صورتها؟ رجعنا كم تدفعون مره ثانيه من غير ما ندفع؟ شاهدين اعتقد مع نورا كذي خلصنا، وتقول انها راح تعيدها مره ثانيه. زين الحمد لله. مع السلامه.